ثوره في الاتصالات، ودي حاجه اظن انتم في شهود شايفينها برضو، انه النهارده لا الراجل ده موجود فعلا في المكان ده، والراجل ده فعلا ادي صور للمكان اللي بيشتغل فيه وادي حق شغله. فانت النهارده وانت قاعد في مكتبك عندك صور وعندك احداثيات، بمعنى ايه؟ في خط طول وخط عرض، ان الراجل ده فعلا بيشتغل في اسكندريه، بيشتغل في الصعيد، احنا رحنا له هناك وصورنا هناك، والصوره بتقول انه احنا كنا هناك الساعه 10 الصبح، وادي الموقع اللي هو فيه. فيبقى الكلام ده انا مش قاعد في قهوه، النهارده اللي بيحصل فعليا ان المستعلم او اللي بيقوم بالعمليه دي قاعد في قهوه لانه مش عايز يصرف مصاريف التجاره، قاعد في قهوه ومعاه تليفونات وقاعد يكلم الناس في التليفون، فلو هو يعني وعمال يقول طب اديني مثلا عنوان، اديني مش عارف ايه، اديني، ويقعد يكتب الكلام ده كله يروح بعده. وطبعا ده البنك قاعد مش شايف، هو شايف جواب جايله او شايف تقرير جايله، فبياخد قرار على الورق، الورق ده مش بنسال فيها وعايزين نعرف. انت مسكت معايا جبت لك شويه ورق كده بيتحطوا جوه الدرج، عملت دراسه عن كفر تهرمس، وبالتالي خلاص لا انت لازم مسكت معايا تبقى بتنمي الحته دي. زي انا مجرد جيب اكزامبل، فاكرين ايام الفيرمونت لما الحته اللي ورا اللي هي الولاد طلعوا على الفيرمونت وضربوا والناس مش عارفه تمشي، في واحد اتقتل لو انا خدت مليون جنيه من كل شركه جوه المبنيين دول. طبعا ده الوضع. انت العربيه اللي بتركن هناك تاكل شارع لمده سنه. ما هو ده استفزاز برضه. وده قصاد ده. وده قصاد ده. هي دي ناسي عندها حق، يعني بدل ما كنت تطلع ب 40 دور كنت تطلع ب 38 دور، وخد حق الدورين اللي انت عاملهم فوق دول، اصرف على اصرفهم على المنطقه اللي كانت حواليك. تمام؟ احنا كمؤسسه فكريه بنفكر على الاقتصاد عامه، نعمل مؤتمرات دي يعني جزء صغير جدا من اللي احنا بنعمله، ان هو الابحاث اللي بتعمل بحث عن الاقتصاد بتاعك بتبدا تبص على الدول الثانيه وتبص على تاريخ معين، مثلا زي الاقتصاد في تشيلي بعد ما هم عملوا الثوره بتاعتهم، وتبص على بولندا عملت تغيير ازاي في فتره معينه، نزول السوفييت ودخلوا في الديمقراطيه. العالم كله او يعني غالبيه الدول الناميه اللي هي في افريقيا، في شرق اسيا، في جنوب امريكا الجنوبيه، التوجه كله على المشروعات من غير الصله، الناس كلها متفقه ان المشروعات من غير الصله هي او التمويل من غير الصله هو مجال تطوير الاقتصاد او هو مجال رفع الاقتصاد. الكلام ده لو اتعمل صح هو ده اللي بيطور الاقتصاد. احنا دورنا او السولوشن اللي احنا بنقدمها، احنا عايزين نخلي الناس دي فعلا توصل الفلوس المستحقين، يعني مش واحد عايز ياخد فلوس بس مجرد ان هو عايز يتجوز بنته، لا ده كده كده بيدور نفسه. فجزء من المسؤوليه الاجتماعيه بتاعتنا ان احنا لو نقول والله الراجل ده فعلا يستاهل، الراجل ده فعلا عنده مشروع هيدوره وهياخد الفلوس وهيدورها، فبالتالي هيكسب وهيحصل ان هو هيساهم في رفع الاقتصاد ورفع مستواه، يعني هو مستواه هو بدل ما بيشتغل في 200 جنيه هيشتغل في 1000.